نرحب مشاهدينا الكرام بضيفتنا في الاستوديو الأستاذة هدى مساعد الأخضاري، وهي مدير إدارة التخطيط والمتابعة بقطاع الهندسة الصحية بوزارة الأشغال العامة. أهلا وسهلا فيك وحياك الله معنا، وسعداء بتشريفك لنا في استوديو العالم هذا الصباح. حياكم. بداية يعني أستاذة، بودنا لو نتعرف على الفائدة اللي راح تعم الكويت تحديدا من خلال المشاركة في معرض إكسبو 2015 لميلانو، طبعا تحديدا في ميلانو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أول شيء أشكر تلفزيون دولة الكويت، جزاكم الله خير أن سويتوا وأنتم سباقين بالأمور هذه، أن تعرضون إنجازات دولة الكويت وفعلا ما تم في مشاريع إكسبو. الهدف صراحة عرض مشاريع دولة الكويت في المحافل الدولية وإنجازات دولة الكويت، خاصة أن الحمد لله رب العالمين دولة الكويت سباقة في مشاريع ذات ريادة وذات سيادة فعلا، يعني ولها استراتيجية يعني ولها فعلا لها مرأة ومسمع من دول العالم. وهذه كانت في البداية بتعليمات وتوجيهات سيدي صاحب السمو من البداية من 2011 لما بدأ توقيع العقد بين وتخصيص الأرض لميلانو إكسبو لدولة الكويت. وبعدها التجهيزات بدأت، بدأ توقيع العقد رسميا في 1/2014. أنا أسألك أستاذة هدى، يعني من ذكرتي موضوع التجهيزات، يعني 145 دولة مشاركة في هذا المعرض. نعم. من ضمنها دولة الكويت طبعا. نعم. شنو التجهيزات والترتيبات اللي اتخذتوها عشان يبرز هذا الجناح ويعني يرفع اسم الكويت يكون مميز بين يعني المعرض؟ طبعا هو المعرض يتكلم عن التنمية المستدامة، التنميه المستدامه واللي هو عباره عن الماء والطاقه والحياه، فالغذاء، فالماء، فهو كيفيه توفير الغذاء بالنسبه الصحي للانسان مع المحافظه على العادات والتقاليد وتبادل الخبرات. احنا خذينا من هذا العنوان، سوينا ورقه علميه وتقدمت فيها دوله الكويت لله الحمد ونجحت، اللي هي تحدي الطبيعه. شلون الكويت تحدت الطبيعه كبيئه صحراويه وفعلا انتجت هالمشاريع، دوله ما عندها موارد مائيه، اللهم احنا معتمدين على البحر في التحليه، ومع ذلك والله الحمد انتجنا المياه، عندنا مياه للشرب وعندنا مياه من المياه المعالجة للصرف الصحي، قاعدين نستفيد منه للزراعات التجميلية والزراعات الغذائية. فهذه حاولنا نظهرها بصورة مشرفة لدولة الكويت عشان نبين إنجازات الشباب الكويتي فعلا اللي قاعد ماخذ على عاتقه هذه المشاريع الكاملة. هذا المسج ما بين الحداثة وما بين أيضا ماضي الكويت، يعني كما ذكرت عن الماي. أن احنا إلى أين وصلنا، خاصة أن كان في يعني تحت شعار أو الموتو اللي هو تحديات الطبيعة. أيوة. اللي أنتم تشاركون فيه أستاذة. فبالتالي يعني نتكلم شوية بتفاصيل أكثر، خاصة أن أنت عندك مجهزة هذا الأمر. بداية خلينا نتكلم عن الماي اللي موجود قدامنا. صح. فتفضلي. دام فضلك، يعني احنا انا صراحه افتخر كوني مهندسه بوزاره الاشغال العامه، والحمد لله بقياده المسؤولين بجميع بالوزاره عندنا السابقين والحاليين جزاهم الله خير، قاعدين احنا نطور القدرات. وهذه كانت في بدايه ان الكويت امانه من الستينات، وهذه يمكن ما حد يدري فيها، الستينات عندنا منظومه الصرف الصحي. نعم. وعندنا فعلا كانت ماشيه على ضمن مخطط هيكلي، كانت في البدايه الماي يستخرج على اساس يؤخذ من الماي المعالج فقط للمزارع. نعم. للمزارع للاعلاف وللزراعات التجميليه. الحين اتجهنا مو بس زراعات تجميليه فقط، للزراعات الغذائيه. فمنهم مثلا عندنا استفدنا في سوينا بحيرات صناعيه مثل بحيره ام الرمم. نعم. بحيره ام الرمم هذا الماي المعالج الرباعي. هذه واحده، وبنفس الوقت الماي المعالج الرباعي هذا قاعد يروح لمزارع العبدلي والوفره اللي احنا ناكل منها الخضره والفاكهه. نعم. واحنا على فكره قاعدين نستخدم 70 80% منه. نعم، يعني احنا نشوف هذه هي يعني قناه قنينه الماي اللي انتم قاعدين تر. بدايه احنا يعني واحنا قاعدين ندردش، انت ذكرتي ان الكويت تعتبر هي اول، نعم، اول دوله خليجيه واول دوله عربيه تعالج مياه رباعيه. نعم. وهذه فعلا سابقه، احنا حبينا نظهرها ونبين ان فعلا في شباب وكوادر كويتيين فعلا قاعد يشتغلون فعلا لاظهار صوره الكويت الحضاريه. أنا باخذك أنت ومناير الحين، خلينا نشوف هذا التقرير اللي تعمل فيه دولة الكويت على إبراز دورها الحضاري من خلال مشاركتها في معرض إكسبو ميلانو 2015 وسط 145 دولة من مختلف أنحاء العالم من خلال المزج ما بين الماضي والحاضر. المزيد راح تشوفونه من خلال هذا التقرير. جناح دولة الكويت يشارك في معرض إكسبو ميلانو العالمي 2015
في الأول من مايو القادم تحت شعار تغذية الكوكب طاقة للحياة. تصميم الجناح يجسد التراث الكويتي، حيث استخدمت أشرعة السفن في تعبير عن ماض عتيد يروي مسيرة عطاء بلا حدود ومثابرة للأجداد يستمد منها الأبناء الأمل والطموح. أشرعة تعانق السماء وكأنها تتضرع لله سبحانه وتعالى، مستذكرة خيره وعطفه على ما أنعم الله على الكويت من نعم وخيرات وأمن واستقرار. وزينت أسقف جناح دولة الكويت بقطعة سدو تحكي للزائر قصة الإنسان الكويتي وتأقلمه مع تحديات الصحراء ومشاق الحياة، وتحمل بين خيوطها رواية طويلة للإنسان الكويتي الذي تعايش مع طبيعة البحر والبر. اختيار الجدران من الزجاج ما هو إلا تعبير عن شفافية العلاقة بين الكويت والإنسانية، فقد عمد القائمون على جناح دولة الكويت على إبراز الدور الإنساني من خلال استخدام الزجاج وسيلة للتعبير عن تفهم الكويت شعباً وحكومة لهموم الإنسانية دون ما تمييز. علم دولة الكويت سيظل يرفرف في أهم محافل العالم ما دام هناك إنسان كويتي يستشعر هموم العالم ويشاركه تطلعاته نحو العيش الكريم.